بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا تكلمنا عن HR أو CAR وقلنا حرف واحد. طب ممكن شخص يسأل يقول طب لا أبغى مجموعة حروف أو عدد من الحروف، جاء فتوفر لك نوع مسبق التعريف. هو مو من الأنواع فعليا، هو مو من الأنواع الأساسية. إحنا لما كنا نعرف CAR كنا نكتب CAR X الكلاس CAR السابق، وعرفنا ان احنا عرفنا اوبجكت، صح ولا لا؟ الان جافا عندها كلاس معرفته من قبل اسمه سترينج، اساس يمثل حروف او مجموعه حروف. فمثلا اقول له نيم، لاحظ معي الان انا عرفت متغير نوعه سترينج، او عرفت اوبجكت اسمه نيم من الكلاس سترينج. فجافا تدعم كلاس يعني مسبق التعريف، يعني نوع بيانات جديد كذا باختصار. فنقول يساوي مثلا welcome to java. لاحظ الآن عرفنا متغير نص. لو نبغى نطبعه نقول system.out.println name. الآن لاحظ ايش اللي حصل، خلينا نشغل. لاحظ طبع لنا ايش ال welcome to java. هذه هي فكرة الاسترينج. طبعا في تفصيل جدا كبير، بما انه name عبارة عن أوبجكت من الكلاس string، طبعا كلاس تعريفه مسبق مع اللغة، عشان كذا احنا ما نشوف تعريفه هنا الآن، بنفس الطريقة اللي عرفناها بها car في السابق. فهذا يعطينا معلومة إضافية انه تعريف الكائنات، لما نعرف كلاس جديد زي يوم كتبنا car مثلا x، لما كتبنا بالطريقة دي صارت الكائنات الكلاسات يعني معلومة إضافية. الكلاسات هي عبارة عن أنواع جديدة في اللغة. أول كنا نقول، لاحظ معي عشان تفهمها مرة ثانية، int z يساوي 10، تمام، x يساوي new car، جميل. لاحظ معي الآن إحنا عندنا موجود car هنا وتعريفه. لاحظ int من أول موجود، car ما موجود، انت عرفته هنا وصار كأنه نوع جديد في اللغة. هذه معلومة إضافية غير عن إنه class. فلما تعرف كلاس اساسا انك انت تضيف نوع جديد في اللغه. فشوف كانك عرفت متغير اسمه اكس نوعه كار، هنا عرفت متغير اسمه زد نوعه انتجر. فهذه هي الفكره، هم عرفوا من قبل كلاس اسمه سترينج عشان يسووا نوع جديد اساسا، نوع جديد. فانت تعريفك للكلاس اساسا انت تعرف نوع جديد في اللغه، نوع جديد في اللغه. فهذه هي الفكره الاساسيه، هذه هي الفكرة الأساسية. طبعا string بما أنه object هنا name معناته بداخله متغيرات ودواء. حنشوف هذا الموضوع. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.